النساء قادمات يا جماعة بقوة، أنا عايزة أتطلق. هو كده أنا عايزة أتطلق، هو اسم الكتاب كده، أنا عايزة أتطلق. كتبوه دعاء. ازيك يا دعاء؟ عاملة ايه؟ ازيك. ومارسيل، ازيك يا مارسيل؟ ازيك. تجربة جديدة حقيقي وحاجة حلوة ان انتوا تشتركوا فيها انتوا الاثنين، ده معناه انه في روح كويسة وحبيتوا ان انتوا تعملوا تجربة جيدة مع بعض. ما فيش واحدة حبت انها تعملها لوحدها. مرحب بكم، نورتوني في الاستوديو. اهلا. في كمان انا جريئة ومشروع عانس. برحب بضيوفي اللي مرحبيني في الاستوديو. هاي اميره. تمني، ازيك يا تمني؟ الحمد لله. الاخبار؟ الكتاب بتاعك اسمه انا جريئه. انا جريئه، وريه لنا كده. انا جريئه. مع ان ما يبانش عليكي، بس انت زعلتي مني ما قلت كتاب مراتي. مش هنتكلم في الموضوع دلوقتي. وبرحب برحاب كمان، ازيك يا رحاب؟ عامله ايه؟ مشروع عانس. ها مظبوط. انت صغيره يا رحاب لسه، فقولي على نفسك ليه. مش على نفسي والله، الموضوع بسيط قوي ما لهوش علاقه بالجواز يعني، الاسم هو اللي صادم شويه. هو الاسم صادم، لكن الكتاب نفسه صادم ولا بيناقش قضيه موجوده في المجتمع بشكل كويس؟ لا، هو بيناقش قضيه موجوده في المجتمع بشكل كويس، بس احيانا كتير قوي بنلاقي قضايا في المجتمع احنا مش بنخاف نتكلم فيها، بس بنقول هنواجه نفسنا بالحقيقه فهنطلع غلطانين، فما بنتناقش فيها خالص. فهي دي النقطه يعني، زي ما بنقول كده بيحط ايده على الوجع وبيحط سبوت. ايه الوجع بقى اللي انت شفتيه؟ يعني انت ليه عملتي مشروع انس؟ يعني انت شايفه ان البنت تعنس احسن بدل ما تتجوز جوازه ما هياش حبها؟ بالعكس، انا اللي خلاني اعمل مشروع انس اني انا مش ده اول عمل كتابي ليا، ما كانش ليه علاقة خالص بالكتابة، وكنت موجودة مع مجموعة من البنات ولقيت ان تفكيرهم بدأ يروح لفكرة ان انا اتجوز واتطلق، ده ما عنديش مشكلة فيه، لكن اني ما اقعدش اقعد من غير جواز خالص، ده هيحطني ان المجتمع هيبصلي بنظرة معينة، او انا هيحط اسرتي في كارير معين في المجتمع، انا مش عايزة ان انا ادخل التجربة دي، او ان انا مش عايزة اخوض التجربة دي. فاتصدمت طبعا ان البنات يعني ايه تتجوزي وتتطلقي، ده العادي بالنسبه لك يعني، عشان ما تبقاش عانس في الاخر. عشان ما تبقاش عانس في الاخر، مع الفكره ان هي بعد ما بتتجوز لو ما اتبسطتش الطلاق مش بيستاهل، خاصه لو بقى عندها اولاد الطلاق ما هوش حاجه سهله. يعني انا ليه اعيش حياتي يعني؟ انت برضه يبقى انا اللي انا قلته لك صح، انت عندك ان البنت يتقال عليها عانس احسن من هي تتجوز. انا عندي البنت او الولد يكون عندهم هدف في الحياه، وان المجتمع يبدا يتعامل مع البني ادمين سواء ذكر او انثى على اساس ان هم عقل مش جسد او مش دبله، ان هم ليهم اهداف تانية في الحياه، ما قايمش مثلا سي اميره او تمني او الاساتذه ان هم اتجوزوا ولا لا. اشوف هم النجاح في الحياه اهداف كتيره قوي وحاجات كتيره قوي، الا يعني غير الجواز. الجواز ده محطه، لكن الحياه مليانه محطات كتيره قوي غير الجواز، ما اقدرش اختصرها كلها واختزلها. ايه اهم محطه في حياه البنت؟ اهم محطه في حياه البنت انها تثبت ان هي كائن طبيعي، ربنا كرمه بالعقل ما كرمهوش بس بالجسد. دي ده اختبار صعب جدا، مش كل البنات بتنجح فيه. انا شايفه ان دي اهم مرحله فيها انها تثبت وجودها، ان هي ربنا كرمها بالعقل. طب يعني انت عايزه تقولي للبنات ايه من الكتاب ده، او عايزه تقولي للمجتمع؟ عايزه اقول للمجتمع كله، احنا دلوقتي عندنا 11 مليون بنت عانس وصلوا لحد سن ال 30، احنا 11 مليون فيما فوق ال 30 يعني. وما عندنا هنا المجتمع بتاعنا بيصنف البنت انها عانس من لو ما اتجوزتش بعد ال 30 بالظبط. بس في مجتمعات تانية يعني، في طبقات تانية او اماكن تانية في مصر بتصنف من مثلا من 20، وفي اللي بيصنف من 25، بس انا بتكلم الاحصائيه المظبوطه. عندنا 11 مليون بنت عانس يعني، في بعض المحافظات وبعض القرى عايزه اقول لك ان هي البنت لو بقى عندها 17 سنه ما اتجوزتش يقول لك عانس. بالظبط كده، مظبوط. فانا عايزه اقول لهم احنا بلاش نتعامل مع العنوسه، احنا نتعامل مع الكيان في حد ذاته، ما نبصش للتضاريس، نبص للإنسان اللي ربنا كرمه. هي دي النقطة، ونبدأ نتعامل مع بعضنا. 11 مليون دول ما بقوش كده من فراغ، احنا اللي ساعدنا ان احنا هم يبقوا عواني، سواء الاب اللي بيسلم ودانه او الام اللي بتسلم ودانها لجيرانها وللعيله. أيوة. والبنت اللي بتسلم نفسها للصحاب وللام للصحاب، بتسلم ودانها للام وهي لا. وكمان مين في كبير بنت امامتها مش بتاثر عليها؟ صحيح. يعني مين بنت امامتها مش بتاثر عليها؟ لا، واصحابها كمان. الام ليها دور والاب ليه دور والاخ والاخت. بس في امهات كتير بقى، بما ان انت كاتبه يعني مشروع عانس، في امهات كتير بتبقى عايزه بناتها تتجوز، فاهمه؟ كل الامهات عايزه بناتها تتجوز، لكن الفرق ان انا اتجوز يعني بنتي تتجوز واطمن عليها ان هي تبقى عايشه حياتها حياه مرتاحه نفسيا، مش هقول سعيده يعني، كل طبعاً. حياه كل اي حياه فيها مشاكل، بس على الاقل مرتاحه نفسيا. لكن مثلا ما جوزت بنتي من باب ان انا شكل اجتماعي، او ان انا اشيل حملها من على حمل باباها،
او زي القصه اللي موجوده في الكتاب. هو الكتاب موجود فيه 9 قصص، منهم قصه حقيقيه 100%، دي انا نقلتها من الارض الواقع للكتاب. البنت اللي اتجوزت عشان مامتها اقنعتها بالجواز، وبعد ما خلفت بقى معاها ولد وبنت كانوا في ابتدائي، بعد 5 سنين تقريبا من الجواز او 7 سنين من الجواز لقيت ان هي مش قادره تكمل، فقررت ان هي تقول لا انا هقف لحد الستيب دي، مش هكمل تاني. طلبت الطلاق، كان عندهم هم كاتبين مؤخر كبير جدا، فالزوج لقى نفسه ان هو لو كمل مش هيعيش مرتاح، ولو طلق فهيدفع المؤخر. فببساطه جدا عمل لها قضيه زنا. وهي اكتشفت بعد ما ده حصلت في الحقيقه، ده حقيقي، اكتشفت ان هي بريئه بعد ما بعد كذا سنه من القضيه، وبعد ما اتحرمت من ولدها بالقانون، وبعد ما عائلتها كلها والمجتمع كان بيبص لها طبعا نظره صعبه جدا، فقطة طبعا اكيد. وعرفت بالصدفه المحامي، لما المحامي بتاع جوزها لما عرف الحقيقه بعت لها جواب على البيت بيقول لها انا اسف انا ما كنتش اعرف، والحقيقه 1 2 3. فانهي ام دي ممكن تكون مرحلة، أكيد مش كل البنات اللي هيتجوزوا مغصوب عليهم أو غير مرتاحين نفسيا وصلوا المرحلة دي. بس الاختيار مهم، لازم حتى يعني لازم تختار واحد تقدر تآمن نفسها، يعني تبقى أمن مع نفسها. بالظبط، وفكرة معاي. المؤخر والقايمة والشبكة الغالية، والله كل ده يعني لا يذكر مع ان بنتك تعيش مش مرتاحة، او ان ابنك يكون واخد واحدة لمجرد ان هو صح. يفرحك، كل ده ما بيفرقش صح. لان الانسان هيعيش حياته مره واحده سواء بنت او ولد. هي دي بقى الفكره اللي نرجع ليها في الكتاب. حاول تحقق ذاتك سواء انت بنت او ولد. الهدف ممكن يكون اي حاجه تانية غير الجواز، ممكن يبقى شغل، ممكن يبقى جواز برضو، يعني ممكن يبقى هدفك ان انت تطلعي من بيت ابوكي بس تعملي بيت. بس هل انت مؤهله لده، ولا عايزه تتجوزي وتقعدي في البيت ونلاقيكي بقى تخنتي وغيرتي شكلك وملامحك وما اهتمتيش بجوزك وبقى في خرس زوجي، او بقى في حالات طلاق متعدده، او بقى في عدم اهتمام بالاولاد. فكره بس ان انت تكون مؤهل، عايز تشتغل اهل نفسك وخد كورسات وخليك مؤهل.